يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مزيكا حلوة وملابس حلوة وديزاينر محترمة. ثانك يو. وطول النهار تشتغل عشان تبقى تبدع تبدع. ثانك يو ثانك يو. ايه حلوة. ثانك يو. ايه يا شيم؟ ايه يا شريف؟ شيم الجابي مصممة الأزياء التراثية. أيوة، مين اللي طلع عليا مصممة الأزياء التراثية؟ أنا باين ولا؟ أيوة أنت طبعًا. بقالي كام سنة بتطلعي معايا؟ بقالنا كتير قوي يا شريف، ما تعدش بقى عشان أنا مسمية ما شاء الله. 10 سنين؟ لا اكتر، ممكن داخلين في 11 12. لا بتتكلمي بجد؟ اه والله العظيم. بسم الله والله اكبر. الله اكبر. ايوه والله اكبر. اخبارك ايه؟ اخباري جميله، بشتغل. الخريف والشتاء عندك اخبار ايه؟ والله سيوه، يعني مش عارفه ليه كده قلبي رايح لسيوه، وحشتني كده بقالي مده كده عايزه اركز فيها، وحبيت اقدم النهارده كل انواع التطريزات بتاعت سيوه وكل الاشكال، لان عندهم اللبس متنوع ومختلف، وكل لبس فيه تطريزات مختلفة. أوكي. بس فحبيت أعمل كده ماتشنج، ويا رب يعجبك. هم مشهورين بالزراير والقواقع؟ أيوة، علشان عندهم معتقد بيقولوا الحاجات دي بتزود النسل وبتطول العمر. ده احنا مش عايزين نزود النسل. هم ما عندناش مشكلة لو العمر طال، بس النسل يزيد كفاية، هنروح فين؟ بس وعندهم دايما الشغل بتاعهم فيه لازم الألوان بتاعة الشمس، اللي هي الأورانج والأصفرات والهافان وكل الألوان دي، عشان هم كانوا زمان بيعبدوا الشمس. فعشان كده ده معتقد عن زي الريز، زي الايه؟ زي اشعه الشمس. أوكي. عشان كده دايما بتلاقيها طويله. بس انا بكلمك بقى في الاف سنين عدت. انا مش بكلمك فده محدش يفهم كلامك غلط. لا 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 لا، محدش يفهمني غلط. بس فاحنا بنجيب اصل الحكايه بقى. بس عشان كده هم عندهم المعتقد ده مأثر عليهم. طب ما تهزيش ايديك كتير عشان الحاجات دي مغلباهم جوه. طب خلاص اوكي، ده السبحه. دي سبحه؟ وعملها هوشة؟ لا والله، لا عشان بس بقى يا شريف خلاص. بتسبحي؟ ربنا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. انت طيب. كل سنه وانتم طيبين. طيب انت دايما يعني بتبهريني كل مره بتقعدي تشوفي منطقه من مناطق مصر وتطلعي منها ابداع. المره دي قلتي انت مختاره سيوه. سيوه، انت بتختاري على اساس ايه؟ يعني الفكره بتجيلك ازاي؟ تقولي المره دي سينا، حاجات عريش، المرة دي هروح سيوة، هروح مرسى مطروح بالكلا، ايه ايه؟ الماتيريالز اللي بتيجي، طبعا احنا بس عشان الناس تبقى عارفة، الماتيريالز دي لما بتيجي بتاخد وقت طويل جدا عشان تيجي، فأول ما بتيجي خلاص بيبقى الإلهام نازل مع الشنط وهي بتتفتح من بلدها. سواء بقى من يعني الحاجات جاية من العريش أو الحاجات دي. في قطع قديمة مستخدمها؟ طبعا أنا عندي لازم أساسي القديم والأصلي. تعالي نشوف فاصل. يلا. ونرجع نكمل. يلا. فاصل ونرجع لكم مع شيم الجابي، خليكم معانا لو سمحتوا. We'll be right back.
الله الله، عماله تقول هي دي مصر، بقول لها تحيا مصر طبعاً بكل الحضاره مصر بتاعتنا والثقافه طبعاً بتاعتنا وايه ده. طبعا والله العظيم يا جماعه لازم نفهم ان احنا عندنا الازياء التراثيه او زي التقليد المصري، احنا يعني غني جدا جدا. نفسي بس الشباب يفهموا يعرفوا، مش لازم يلبسوه بس يعرفوا. يا هشام ازاي كده؟ لازم يجيبوا البراند، لازم يجيبوا البراند. ما احنا برضو يا شريف بنجيب البراند ونلبس بس انا ما بجيبش. انت اتكلمي عن نفسك يا اختي، انا ما بجيبش، انا عمري ما هروح اشتري حاجه مكتوب عليها اسم البراند قد كده. لا مش لازم، انا قصدي ما في، انا مش اجانست، انا اوكي ممكن نجيب ده. هو مصر اهو ماشي، وما في مصر اهو. ايوه جميل. لا نظارتك دي بقى خلاص يعني الخشب اللي مكتوب عليها شريف مذكور، ايه بقى تاني؟ وده كمان مصر. ايوه طبعا، ما هو احسن حاجه يعني احنا لازم نشجع والله دايما منتج بلدنا. والكواليتي اختلفت يعني، احنا ما شاء الله ما شاء الله يعني في براندز كتيره مصريه طبعا كويسين جدا. أيوة بس انا بتضايق من الشباب الصغير اللي مش عارف ان ده التطريز بتاعنا، يقول لك مثلا لا ده هندي ده افغاني ده. نعرفه بس يعني نبقى عارفين ان التطريز ده بتاع سيوة، يا ريت نبقى عارفين ده بتاع العريش. بصي وانا عندي طبعا مشكله رهيبه في الناس، انا مش فاهم يعني. طبعا كل واحد حر في لبسه، بس انا مثلا ما اقدرش انزل من بيتنا لابس تيشيرت كبير عليها بالكبير، هقول باسامي البراندز، ها ارماني جينز، انا مالي انا اعمل لارماني دعايه؟ هو هيدفع لي فلوس لا مؤاخذه؟ انا بقى حتى لما بيجي لي حاجه كده بضطر اقعد بيها في البيت، ما بنزل يعني بقلبها بيجامه اخري. مش عارف حتى البراندز بتاعت الرياضه اديداس نايك، انا ليه انزل من بيتنا اصلا لابس كلمه اديداس بالكبير على وشي وعلى ظهري؟ انا بعتبر نفسي كده ان انا عارفه اعلان متحرك ليهم، اكنه فاهمه. وزي نفس القصص في الشنط اللوي فيتون والشانيل اللي بيدفع فيها بال 80,000 جنيه، انا اروح ده في ايه؟ مفيش اي حاجه يا شريف. لا بجد، اصل سبحان الله حاجه غريبه، وفي ناس ما تصدق تروح تشتري. يعني انت عندك دلوقتي مثلا ايه نازلك بقى في موضه في مصر، ايه القماشه بتاعت فندي الاف كل الناس لابساها، معموله بقى جزم ومعموله شنط عبايات بليزرات. طب الشماغ، الشماغ والحاجات اللي هي الحاجات العربي دلوقتي لا يعني دلوقتي حتى البراندز بداوا يهتموا بالجلاليب والعقال والحاجات العربي على اساس ان خلاص كله ممكن يبقى براندز، يعني خلاص الموضوع ما بقاش. انا يا جماعه انا اسف جدا، انا ضد البراندز وما اقدرش امشي بس نادرا تلاقوني، يعني نادرا ان انا بقى لابس حاجه مكتوب عليها اسم البراند، ولو عجبتني قوي ومكتوب عليها اسم البراند صغير بداري ببروش بتطريز بحاجه اداري اسم البراند. تحيا مصر، تحيا مصر طبعا. بس كده طبعا، مش ممكن مش ممكن. زي برضو ما بلاقي ناس، مع احترامي طبعا برضو لكل الناس، تلاقي مثلا شاب بنت ولا صغيره ماشيين لابسين لك تيشيرت عليها علم امريكا او علم انجلترا، احنا مالنا؟ هو الانجليزي، الانجليزي ليه فخر انه يمشي لابس علم مصر او يحط حاجه عليها تتنخامون او كيلوباترا او الحضاره المصريه، لانه ما عندوش زيها. احنا بس كمان يا شريف بليز لازم الشباب يبقى في وعي لللبس بتاعنا، اصلنا ايه بس نعرفه يعني بجد، ده مهم. مش بس كفايه ان هو يبقى هاند ميد، لا وكل حاجه منين دلوقتي ما شاء الله الشباب بقى عندهم وعي جامد جدا احسن الاول، لان بقى في معارض للتراث كتير. ايوه طب انت الناس انت بتبيع حاجتك نازله بقى الفيسبوك والانستجرام ونعملها شويه دعايه؟ ثانك يو يا صديقتي، ثانك يو. بس انا بعمل كده لكل الناس، انتوا عارفين يعني. ايوه ايوه ما انا عارفه، واخده بالي واخده بالي. وثانك يو برضه. كله بتبيعيه اونلاين؟ هو طبعا اغلب يعني احنا عندنا اتيليه، بس انا قصدي حاليا دلوقتي اغلب الشغل. البراند بتاعك راح فين؟ مش ست الحسن؟ اه ست الحسن شيء. ايه فين؟ موجود في مدينه نصر شارع الطيران. ايوه محل؟ اتيليه. اه في مكان؟ ما تفتحي محل وتبيعي؟ لا هو بص، طول ما انت على سكيل صغير والناس بتدور عليك الدنيا بتبقى لطيفه. من النوع ده. ليه؟ لان في حاجات لما بتنتشر كتير. قليطه برضه، عايزه الناس تجري. لا والله مش قلاطه، قليطه. لا والله يا شريف انت عارف الناس، في حاجات لما بتبقى منتشره كتير الناس ما بتبقاش حباها، واحنا بنتعب قوي في كل قطعه بتتعمل، فبتبقى محتاجه تبقى عزيزه شويه. اوكي انت القطعة بتاعتك فيها حاجات فيها تتلبس كاجوال
هو بتتلبس ابريمي دي وتتلبس سواري. يعني كاثرين كانت لابسه جاكيت مشغوله دي سواري رايحه فرح بالظبط كده. ما هو ده اللي انا عايزه اقول سيوة برضو كل ده سيوة. والنهارده احنا عاملين يعني 4 كاتيجوري على اساس ان احنا نوري للناس الخامه الهاند ميد ممكن تلبس على جينز بشكل لبنت صغيره, ممكن تلبس او لحد كبير. انا مش بتكلم ما بحبش التصنيف. وممكن السواري يتعمل من التطريز اليدوي بتاع سيوة, وممكن حاجه تبقى فانكي, وممكن حاجه تبقى عاديه ممكن يتروح بيها اي مناسبه بعد الظهر, مش لازم تبقى سواري. فعندنا الخامات طيعه. طيب تيجي نشوف اخر جزء. يلا والله نفسي اقعد معاكي كتير. وانا كمان اعمل ايه. يلا بينا مزيكا. الله الله يا شيخ. ثانك يو. مش معقوله. ربنا يخليك. انت بتصدري الحاجات دي؟ مش بصدر. انا لو ممكن بيبقى في اوردرز اونلاين, انما مش لدرجه ان التصدير, لان حجمي مش لدرجه اني اعمل طلبيات كبيره. يعني جاست بيسز. طب انت خريجه ديكور اصلا صح؟ لا انا اصلا تجاره عين شمس اداره اعمال. ودرستي حاجة. وبعدين عملت الدبلومه في اكاديميه الفنون, ودلوقتي بعمل ام بي اي. وعملت الدبلومه في التسويق. بتعملي ام بي اي في ايه؟ بعملها في الماركتنج. ودلوقتي عشان عايزه اعمل بقى في الدي بي اي اربط التراث اللي هي الدكتوراه ان شاء الله. بس ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان نربط التراث بالاداره. يعني انا هدفي اعمل يعني عايزه الرساله بتاعتي ازاي الاقتصاد عندنا ممكن يقوم من خلال الارث بتاعنا بتاع اجدادنا. يعني دي نفسي تبقى الرساله بتاعتي. خرابي عليكم يا ستات مصر. شريف بعدين اتشطرتوا زياده عن اللزوم, وده خطر خطر. عرفتوا ليه انا فخور لما بيتقال عليا مذيع ستات مصر؟ شايفين ما بيهزروش. وانا عمال اقول اهو 10 سنين والستات في مصر هيبقوا متحكمين في كل حاجه. بس قاعده ساكته ازاي؟ ما بتكلمش. مش هتحكم في حاجه. انا مش هتحكم في حاجه. كل حاجه ما بيهزروش. وده وهم يستاهلوا ده عشان بيعملوا مجهود وما بيكسلوش. نورتيني وشرفتيني. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. مولد سعيد عليكي وعلى العالم. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. بشكرك. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.